للمرة الثانية عشرة يتجدد المؤتمر الإقليمي الطبي هذا العام في رحاب الأردن، وبتنظيم الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب بمشاركة دول البحر المتوسط تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد. نحن كل سنة بيكون عنا ريجنال ميتينج للبلدين العربية وإيستر ميديترينيان، يعني هي فرصة لنا أنه نشوف شو عم ينعمل بغير بلدين ونعطي نحن أفكارنا و يعني نشوف يعني شو عم بيصير بكل العالم العربي. يعني اول حاجه ان هيبقى فيها تدريبات كتير جدا مكثفه بتبقى مفيده في تثقيف الاقران، بتفيدهم بعد كده في لما بيرجعوا بلادهم. تاني حاجه بتفيدك انك بتعرف البوليسز والقوانين اللي في كل بلد اتجاه مثلا التدخين، التعليم، كل حاجه، فبتديك اوفرول بيكتشر عن اللي بيحصل في الوطن العربي، بتديك افكار جديده ازاي تطبق مشروعات جديده في بلدك انت كنت بتطبقها بطريقه مختلفه ممكن تطبقها بطريقه جديده يعني اشتغلت أكتر في بلد تانية. المؤتمر الذي استمرت نقاشاته 4 أيام سلط الضوء على أساليب تسويق التبغ ومشاكل الإدمان وطرق العلاج من الإدمان على التدخين، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمشاريع التي أقيمت في كل دولة العام الماضي. بنستفيد بأنه بنتعلم إيش القوانين اللي موجودة مثلاً برا، مرات هم بيكونوا متعودين يعملوا إشي معين إحنا مو متعودين نعمله، نتبادل يعني نتبادل هذا يعني نتبادل ثقافات بيسكلي، بيساعدنا إنه بيقوي شخصيتنا، بيعلمنا عن الثقافات المجتمعات اللي حوالينا، بنتعرف على ناس جداد، بيصير مثلاً إحنا خصوصاً إحنا كطب نطلع منتدرب في أشهر برا. هاي الاجتماعات نناقش فيها كتير أمور، نستفيد فيها كتير خبرات. يعني مثلاً بالنسبة لي بحضر هذا المؤتمر على أساس استفيد كتير خبرات، ممكن لما اروح على بلدي فلسطين بالاتحاد عندنا بكلية الطب بستغله كتير بمشاريع كتيرة بنشاطات كتيرة. المشاركون في المؤتمر جاءوا من 12 دولة ضمن الاتحاد الدولي لجمعيات طلبة الطب، ويعرف هذا الاتحاد انه منظمة مستقلة غير سياسية وغير ربحية كواحدة من أقدم وأكبر المنظمات الطلابية في العالم، ويتكون من 123 منظمة وطنية في 116 دولة. ألا أبو حمدي، رؤيا.